كيف انا لو جئتنا لو وجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل، نحن الضيوف وانت صاحب المنزل، نكرر الترحيب فيهم. الله يرحمه ابو هادي. اهلا وسهلا ابو هادي، ما شاء الله هو اليوم راعي حلقتنا اليوم، جزاه الله خير. ما شاء الله ابن هادي للعسل، ودائما العسل ما شاء الله دائما ذاك حلو وجميل، عسل ويعطي عسل وكلنا نحب العسل. اي والله ايه كلنا نحب حتى اليوم ايه العسل دائما كل يحبه هو ما شاء الله، جميل بخلقه الله يرفع قدرك، وجميل ما شاء الله بكلامه الله يجزاه. فأبو هادي ما شاء الله صاحب منحلة وصاحب ما شاء الله. أبو هادي يعني حول العسل، يعني بدايتك في هذا الطريق، هل يعني في السابق في العائلة أحد يعني له مجال في العسل، أو أنت من أحد الأصدقاء تعلمت هذا الشيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ما شاء الله. والله سابقا الأجداد، وهذه وراثة عن طريق أجدادنا، خاصة أعمام الوالدة، هم كان يعمل في المناح، ولا زال البعض منهم خاصة أحد خوالي لازم يعمل في المناح، ثم تعلمنا منهم ذلك المهنة. أما أنا فقد انطلقت في بداية المناح بإذن الله عام 1421 من الهجرة، وبدأنا نعمل في ذلك من عام 1421. نعم، من 24 سنة. نعم ولله الحمد، بدأنا في ذلك من عام 1421 عندما بدأنا الشراكة مع أحد خوالي وهو صاحب مناحل، وبدأنا نستورد النحل وبدأنا ننتج منذ ذلك السنوات، ولله الحمد والشكر وجدنا خير وأنتجنا خير، ونبحث دائما عن المصداقية في عملنا، لأن لدينا المريض ولدينا من يشتكي ولدينا من يسأل، ودائما نبحث عن النجاح، والحمد لله توفقنا ونجحنا بسبب المصداقية مع العميل. ما شاء الله. ولنا في ذلك باع طويل ولله الحمد والشكر. أنتجنا هذه السنة عسل السدر، ثم أنتجنا الموسم الأسبوع الماضي أنتجنا عسل السمرة، وإن شاء الله بعد شهر أو شهرين ننتج عسل الطلح بإذن الحي القيوم. ونحن لله الحمد والشكر عند ثقة العملاء التابعين لنا، ونجاحنا وبكل صدق هي ثقة عملاؤنا، فلله الحمد والشكر. والله أكرمتموني وشرفت وتشرفت أن أكون أحد ضيوفكم هذا اليوم. الله يحييك. الله يسلمك. احنا لو ما حنا نثق فيك وقد جربنا، الله يرضى عليك، العسل ما كان يعني أثنينا عليك، والحقيقة تستاهل الثناء. الله يرفع قدركم. قد جانا قبل كذا وقد جربناه وقد ما شاء الله. الله خير. وليس بث أنا بنفسي، بل بالعكس العائلة وأهلي عندما ذاقوا العسل وجدوا ما شاء الله عسل جميل. الله يبارك. لكن في سؤال بسيط تفضل اللي يتبادر ده، وله بال الحال كل المشاهد يسأل عنه، كيف أعرف أن هذا عسل طبيعي؟ طبعاً. هل في تجربة ولا لا؟ نعم طبعاً، الكل لديه يدعي مثلاً أن لديه معرفة، أن أعرف أن هذا عسل أصلي، الذي يعرف بالضبط العسل الأصلي من غير الأصلي هم النحال بس، هو صاحب المنحلة، صاحب الاختصاص، صاحب الاختصاص. يعني أنا يأتون بعسل مستورد ويبيعون للناس عسل مستورد، يعني الآن في السوق منتشر العسل المستورد، ولا يعرف العميل هل هذا عسل أصلي أم غير أصلي، الذي يعرف هو صاحب المنحة. ودائما من يخاف الله هو من ينتج العسل الأصلي، ولن يبيع العسل الأصلي إلا إنسان يخاف الله. وأما التجارب التي في المختبر أو التجارب التي يجريها بعض الناس بعد حرق النار أو حرق قطعة، نعم، هذه غير، واللي يضع على الفاين ويشوفه يعني غير فاعلة، يشرب أبداً الفاين أو لا، غير فاعلة، لأن جربناها مع عسل غير أصلي ومشت ونجحت والله ماشيتنا علينا احنا. لا نعم، وجربنا عسل غير أصلي في مختبرات وطلع ماشي من أفضل ما يكون، خاصة العسل المستورد من الصين ينتج
بدقة عالية مصنع يمشي في المختبرات لا يستطيع اكتشافه. زين نعم نرجع لك إن شاء الله. تفضل. كلام كثير حول هذا الموضوع ده. أهلا وسهلا. الآن مع أستاذنا عبد الله سعد القحطاني. أبو سعد أنت لك ما شاء الله باع طويل ما شاء الله في التعليم وقدوة حسنة، واحد القدوات الحسنة في هذا